الدولة التي احتلت المرتبة 23 عالمياً بالرعاية الصحية في العام 2018 تبين اليوم فشلها الكارثي بإدارة كل جوانب القطاع الصحي. خسرنا الدواء وتهجر الأطباء، فيما التهريب لم يتوقف. وفي هذا الإطار وتحت عنوان الدولة الفاشلة أزمة الرعاية الصحية جريمة ضد الإنسانية، أقام القمصان البيض بالتنسيق مع مجموعات من الحراك الشعبي ورشة عمل مع الخبراء لدعوة الهيئات الدولية للمساهمة في تطبيق الحلول. فات الأوان للترقيعات، فات الأوان لحبة البنادول، فات الأوان لنعطي دواء صغير، ما بقى يمشي الحال، خلص هدول الأشياء ما بقى يمشي الحال، بندعم وما بندعم وبنعمل 5% و20,000 و12,000 وكذا، هذه كلها أنصاف حلول عم بتزيد التدهور، عم تقيم الثقة نهائياً، كل قرار عم بيطلع اليوم من وزارة الصحة ومن الحكومة ومن مصرف لبنان عم بيزيد الانهيار. اليوم الحل الوحيد إنه يصير في قنوات من التعاون بين منظمة الصحة العالمية، بين الورد بانك، كل الهيئات الأوروبية الأمريكية اللي فيهم يساعدوا هالبلد لإمداده بالمساعدات. ما بدنا مساعدات إنسانية، مساعدات للقطاع الطبي والاستشفائي اللي بعده واقف على إجري لحتى نطبق الخطط اللي موجودة. أطباء من مختلف الاختصاصات في القطاع الاستشفائي والدوائي حضروا الندوة التي تخللتها جلسات حوار نوقشت فيها مواضيع عدة، من واقع المستشفيات وأزمة الدواء إلى فقدان المستلزمات الطبية. ما في شك أنه الأزمة كبيرة. ليش؟ لأنه عم نشوف نحن مثلا بالكورونا الأرقام واضح أنه عم تتزايد. امبارح سجلنا حوالي 750 حالة لأول مرة منذ فترة طويلة، كذلك شفنا في زيادة 30% بخلال يوم واحد من المرضى اللي في العناية الفائقة. بنفس الوقت هلأ سمعنا من كل المستشفيات، المستشفيات الجامعية، قديش هي عم بتواجه صعوبات ما عم بتخليها تقدر تقوم بأمور اليومية. ولذلك نحن إذا أجت موجة رابعة من الكورونا والهيئة أنه هي جاي، نحن استعداداتنا هي كمستشفيات أقل بكتير. هلأ ما هو المطلوب؟ أول شيء نحن في عنا مشاكل يومية لازم يتلقى لها حل، مثل موضوع الكهرباء، مثل موضوع الأدوية المفقودة أو المستلزمات اللي من غيرها نحن ما بنقدر نقدم أي خدمة للمريض. بالإضافة لذلك في عنا نحن الأطباء والممرضين اللي لازم يتلقى طريقة لدعم حياتهم العادية لحتى يبقوا في لبنان ويساعدونا إذا أجت هيدي الموجة. هيدول الحلول اللي مهم ينعملوا هلأ على المدى المتوسط. على الأكيد نحن لازم يعني يرجع ينعاد النظر بكل هالتعريفات اللي عم نشتغل فيها، لأنه مستحيل نقدر نكفي. تمكن القمصان البيض من عرض حلول للواقع الاستشفائي الأليم، حلول يأملون في أن تلقى آذاناً صاغية ومساندة ودعم خارجي قبل فوات الأوان.